السلام عليكم. احنا سمارت هوم، والخدمات اللي عندنا بنقدمها عندنا اوتونوماس سوبرفايزد سيستم. طب ده شغالينه ازاي؟ هنا عاملين مستخدمين موديل اليورو للبيرسون ديتكشن، وموديل اليورو للبوز استيميشن، وبعد كده الاوتبوت اللي بيطلع منهم بندخله على ترانسفورمر الفيت عشان نبدا نديتكت كل اكشن بيتم في الصوره عندنا من الاكشن اللي كل الناس بتعمله. طيب وعندنا فاير ديتكشن عاملينه باليورو، احنا مجربينه على الكستم داتا سيت، وعندنا سموك ديتكشن برضه مجربينه باليورو، والابواب بنتحكم فيها عن طريق الفيس ريكوجنيشن. في البدايه طبعا احنا الليدات اللي عندنا اللي داخل البيت مش بنشغلها غير لما بيديتكت ان في بيرسون. طب ازاي بيديتكت ان في بيرسون؟ هنا عن طريق البيرسون ديتكشن احنا بنشغلينه، بيجيب عدد البيرسون اللي موجودين عندنا في المكان، وطبقا للعدد ده بيبدا يشغل الليدات. طب السيستم عندنا بيشتغل ازاي؟ دلوقتي بيكون في عندنا الادمن المسؤول عن البيت. الادمن ده بيبدا يحدد مجموعه من الافعال مش عايز انها تتم في المكان ده. طب لو فعل حصل منهم بنبدا نشغل له انذار، ونبدا نبعث له نوتيفيكيشن على الويب سايت. زي انا مثلا دلوقتي كادمن معرف ان ما ينفعش حد يعمل كولينج. دلوقتي اول لما همسك التليفون دلوقتي عمل انذار حتى على الكاميرا، والبزر ابتدى يشتغل. دلوقتي كل السمارت هوم عشان تشتغل بتبدا تحافظ على الطاقه. اذا نبدا نحافظ على حاجه زي كده، اول حاجه نبدا نفكر فيها الاضاءه. فاحنا مش هنشغل الاضاءه غير لما يكون في بيرسون في المكان، ونشغلها طبقا لعدد البيرسون الموجودين. دلوقتي طبعا الكاميرا عندنا هتكون شغاله، دلوقتي شايفه ان في اشخاص، فالليد هيكون شغال. فدلوقتي لو حطيت هنا عدد البيرسون فكده هي مش شايفه اي اشخاص موجودين، فالليد هيبدا يبدا. دلوقتي هنبدا نتكلم عن السنسور اللي بيقيس درجه الحراره ودرجه الرطوبه. ده شغال بحيث لو درجه الحراره زادت على رقم معين ببدا افتح له المروحه اوتوماتيك، وبرده الدرجات بتاعتها ببدا اعرضها هنا على ال LCD طول ما احنا شغالين. دلوقتي هنبدا نتكلم عن جزء المطبخ، واهم حاجه بتكون موجوده فيه هو السنسور اللي بيقيس الغاز، عشان لو حصل عندي اي تسريبات للغاز يبدا يفتح الشباك اوتوماتيك، ويبدا بعد كده يدي الارم ويفصل الكهرباء برده عنه علشان ما تعملش مشاكل. وطبعا عندنا فوتو ريزيستور بحيث ما يشغلش اللمبات ديت غير لما نكون بالليل، عشان برده حفاظا على الطاقه اكتر. زي كده مثلا لو انا حطيته ساعتها هتبدا تشتغل، وغير كده هتفصل. وعندنا سنسور البي اي ار علشان الادمن بتاع السيستم لو حب ان هو يشغله في اي وقت في الجاردن بتاعت البيت يبدا يشغله من هنا، ولو حصل اي موشن بيبدا يبعت له زي نوتيفيكيشن على الداشبورد، ويبدا يشغل له الارم جوه البيت. دلوقتي هنبدا نتكلم عن الباب. الباب طبعا زي ما قلت في البدايه هو بيفتح بالفيس ريكوجنيشن، بيكون في اشخاص متخزنين عندنا في الداتابيز هم اللي الاود انهم يخشوا. لما الشخص يجي يفتح الابلكيشن ويبعت صورته ساعتها الباب هيبدا يفتح له اوتوماتيك. ولما يجي هنا هيخش هيكون في سنسور اي ار هيديتكت ان الشخص دوت دخل، وبناء عليها هيبدا يقفل الباب تاني وراه. طيب لو كان حد جوه وعايز يخرج لبره، ساعتها لما هيعدي الاي ار اللي هنا هيفتح الباب واللي بره هيقفل. طيب وطبعا عاملين داشبورد لكل الكلام ده، علشان كل السيستم بتاعنا بكل السنسورات بالفانكشناليتي بتاعته متوصله بالفاير بيز، وكل الرايات بتاعتها بتترفع عليها. فاحنا عملنا كونكشن مع الجافا سكريبت والفاير بيز بحيث نبدا نتحكم في السيستم كامل، ونعرف كل الاستاتيوس اللي عندنا. زي دلوقتي كده مثلا الفان ممكن اتحكم فيها اقفلها او افتحها، والاستاتيوس بتاعها دلوقتي اوبن عشان درجه الحراره الموجوده. والبي اي ار لو انا كده حبيت اشغله كده بقى اوبن، وطبعا عمل ديتكشن ان في حركه ابتدى يعمل صوت، يقفلوا مع بعض. طيب الويندو دلوقتي اتحكم فيها مع بعض، هي دلوقتي اوبن. طيب وديت الويندو اللي كانت موجوده نبدا نتحكم فيها عن طريق الفاير بيز، هي دلوقتي كلوز. لما ابدا ادوس عليها اوبن بعدين اتفتحت، والحاله بتاعتها اتغيرت من هنا. طيب دي جزئيه الفيس ريكوجنيشن، الشخص هيجي هيفتح الكاميرا عادي، الكاميرا هتشتغل هتبدا تلقط الصوره بتاعت وشه، ولو كان الشخص ده متخزن في الداتابيز عندنا ان هو اللود ساعتها الباب هيفتح. زي ما احنا شايفين الباب بتاعنا فتح هنا كده، لو حبينا نقفله.
طبعا دي بقيه الداتا المهمه اللي بتخزنها عندنا زي التمبريتشر والهيوميديتي وهل في فرق او لا، والاحداث لو حصلت حاجه غريبه بتبدا تظهر لي في المكان ده، وارقام الغاز والارقام دي كلها. طيب وهنا نركز على الليد. دلوقتي الليد عشان في شخص في الاوضه فجايبين ان الليد شغاله. طب لو هنمشي الاشخاص دلوقتي، الليد عندنا ابتدت تقفل، وبرده الليد من هنا قفلت، وعندنا في الجنب هنا شارت برده بتبدا تعرض الحاله بتاعت كل حاجه لوحدها، وبتعرض الرينج الطبيعي للحاجه ديت، ولو حاجه عليت قوي حاجه كانت اتقلت قوي ببدا اظهر له حاجه زي كده وموضحها له بالالوان. وطبعا كل الكلام ده ديناميك بيتغير على حسب الحاله اللي انا بلقطها. الجزئيه البار دلوقتي هنعمل تيست بسيط، هنولع قدام الكاميرا ونشوف القيمه عندنا هتتغير ازاي. دلوقتي مثلا حصلت فاير، فسمع هنا عندي ان في فاير والالارم اشتغل.